كرواتيا. كرواتيا بلد ماركو بولو ونيكولا تسلا. عاصمة كرواتيا هي زغرب وعملتها كونا. عدد سكان كرواتيا لا يتجاوز 5 مليون نسمة. انضمت كرواتيا للاتحاد الأوروبي سنة 2013. كرواتيا بلد زيت الزيتون والروائح الحلوة زي الأوركيد واللافندر، أو زي ما بيقولوا عندنا في مصر اللافندر. كرواتيا بلد المناظر الطبيعية، يعني أحلى شواطئ وأحلى طبيعة وأحلى بنات في أوروبا طبعا. كرواتيا اخترعت الكرافتات، وأول باراشوت وكشاف نور تم اختراعهم في كرواتيا. كرواتيا عندها أكبر عدد من الآثار الرومانية، ده غير عدد الكنائس القديمة التي لا حصر لها، ده إلى جانب أنهم دخلوا موسوعة جينيس بأكبر كرافتة وأكبر علبة فشار في العالم. مش فاهم إيه العلاقة. تلت كرواتيا بيتكون من الغابات، وفيها أكتر من 1000 جزيرة كلهم أحلى من بعض، و43 منهم بس اللي مسكونين، طبعا قصدي مسكونين بالبني آدمين. في أوروبا إدارة الأزمة أسهل بكتير من لبس الجزمة. لما بتحصل أي أزمة هنا المطافي والبوليس والإسعاف بتوصل أسرع من أسرع ديليفري في مصر. المطافي العمومية في العتبة هي جنبينا ساعتين بعد ما خلاص كده. التعامل مع الأزمات هنا كله حرفنة وتركات. الاتحاد الأوروبي عقبال عندكم عمل نظام حماية مدنية كامل ووحدة إدارة أزمات وطوارئ سنة 2001، وده بيتضمن 32 دولة. النظام ده بيقوم بالاتصالات في وقت الأزمات والتنسيق بين أعمال فرق الحماية المدنية داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. ألو؟ إحنا بتوع الإسعاف. هنا عملوا نظم معلومات تقدر تتنبئ بالكارثة، خاصة الكوارث الطبيعية قبل ما تحصل. أيوة، بيقدروا البلاء قبل وقوعه، بمعنى إن بمجرد ما يستشعر النظام إن في كارثة بيشغل الإنذار في كل دول الاتحاد الأوروبي. أول ما بيحصل حادثة على الطريق إدارة الأزمات بتتدخل فوراً، وبيكون في وحدة إنقاذ سريع لنقل المصابين على المستشفى، وقوات الحماية المدنية بترفع العربيات من الطريق قبل ما تعمل زحمة وتعطل الناس، وقبل ما يرفعوا العربية بياخدوا تأكيد من المطافي إنها غير قابلة للانفجار. لما في دول أوروبية ارتفعت نسبة حوادث الطريق بسبب الحيوانات، حلتها وحدة الحماية المدنية بعمل محمية طبيعية مفتوحة للحيوانات وغيرت مسار الطريق. هنا لو حوت فكر ينتحر لا سمح الله بيمنعوه عن طريق رشه بالمياه وشده بالعافية للبحر. لو حصل ولمحت قنبلة لا قدر الله لازم تطلب الطوارئ الأول من غير ما تعمل أي حاجة أو حتى تقرب منها أو تفتي، عشان ما تلبسش تهمة ويشاوروا عليك ويقولوا الإرهاب أهو. ولما بتوصل الشرطة وإدارة المفرقعات بتتصرف مع الموقف بحذر ومهنية عالية جدا. هنا لما بتحصل أزمة حريق أو انفجار كل اللي بيشتغلوا في الأماكن العامة بيكونوا واخدين تدريبات مستمرة مكثفة بتعلمهم التعامل مع الحرائق لحد ما توصل فرق الإنقاذ والمطافي. لو حصل أزمة فيضان كبير بسبب المطر عمرك ما هتشوف غرق في الشوارع، لأن المية ما بتقعدش أكتر من 24 ساعة، يعني الناس تنام وتصحى تلاقي الشوارع رجعت أحسن من الأول. أما بقى لو حصلت أزمة ضخمة وتصعب وصول فرق الإنقاذ ليها، فهنا شالوا كلمة مستحيل من القاموس، لأنهم قدروا يعملوا طيارات إنقاذ فيها روبوتات بتطير بدون طيار تقدر توصل لأي مكان عن طريق GPS. إلى هنا ينتهي تقريرنا. قدر ولطف.